بتاع قافل، بس هات لي الميتنج يا رب يخليك. معلش مش عارف بيجي ازاي. يا مقضي هو الميتنج خرج ليه؟ طب يلا مين اللي هيجاوب يا ولاد؟ انا مستر. يلا يا اسماء صح؟ ايوه يلا يا قمر. In a persuasive essay، في المقال الاقناعي يا اسماء، restating the thesis، اعاده ذكر الاطروحه، بيتحط فينا حته في الباراجراف النون. concluding الاخيره. conclusion، concluding الاخيره، تمام. To refute اللي هي يدحض، means معناها تو ايه؟ disprove الاخيره. disprove، تمام. اسماء دي عسل. In a persuasive essay، في المقال الإقناعي، a supporting sentence، الجمل الداعمة، is included in the not paragraph، بتتحط في الباراجراف النون. body. body، تمام، برافو عليك. طب مين ما جاوبش غير أسماء يا ولاد وعايز يجاوب؟ انا بس يلا يا قمر، اسمك إيه؟ نوران. نوران، يلا يا نوران. يلا يا جميل كده. In a persuasive essay، في المقال الإقناعي، each body paragraph sheds light on، كل باراجراف بيلقي الضوء على كم دليل؟ much ايه ايه؟ much ماتش ايه؟ لا، only a piece of evidence، دليل واحد بس. only a... دليل على كلامي يعني ولا الفكرة اللي اه عارفة نفسها؟ اه 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 دليل على كلامي. فاكره لما كنت بشرح لك دلوقتي موضوع التعليم الاونلاين، قلت لك كل باراجراف من الباراجرافات البادي، يعني جيت انا في باراجراف قلت ان التعليم الاونلاين بيوفر الوقت والجهد، يبقى دي اسمها بيس اوف اونلي ا بيس اوف ادفايس. اصل كلمه ايفيدنس ولا ايه؟ اصل كلمه ايفيدنس ده دليل يا اولاد، ده اسم لا يعد، فما ينفعش يجي قبلها 1 ولا 2 ولا 3 وكده. فاونلي ا بيس اوف ايفيدنس يعني دليل واحد، كل باراجراف بيناقش فكرة واحدة أو دليل واحد على الكلام اللي أنا قلته. فهمتني؟ تمام يا مستر. What is the first sentence of a paragraph called؟ الجملة الأولى في الباراجراف اسمها إيه؟ Introduction sentence. Introductive أو Introduction sentence، تمام. An essay is، المقال عبارة عن إيه؟ A series. يا مستر المفروض ال topic sentence؟ إيه ده؟ هي ال first sentence of a paragraph. ثواني كده. اه لا، ثواني. توبيك سنتنس. اه لا، هي توبيك سنتنس فعلا. الجمله الاولى يا اولاد في الباراجراف اسمها توبيك سنتنس. بس خدوا بالكم، اوقات الجمله الرئيسيه دي مش شرط تبقى اول جمله، يعني اوقات في ناس بتكتبها، ممكن تكتبها الجمله الثانيه الثالثه او في اخر الباراجراف كمان، بس هي الشائع انها الجمله الاولى بتبقى التوبيك سنتنس. طيب an essay is، المقال ايه؟ عبارة عن ايه؟ يلا يا اسمها ايه؟ نورهان ولا نوران؟ A series of sentence، الـ essay مجموعة من الجمل ولا مجموعة من الباراجرافات؟ about one main idea، ولا the sentence that expresses the main point or idea، ولا an excellent way to get a lot of information، مش عارف ايه؟ سي ولا بي؟ سي. هي بتقول بي ولا سي ولا ايه؟ سي يا مستر. بي صح كده؟ سي يا مستر. سي 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 ازاي؟ المقال هو ايه؟ المقال عبارة عن ايه؟ اقول المقال ده الجملة اللي بتعبر عن النقطة الرئيسية، هو المقال جملة؟ المقال كله جملة؟ انا قريتها جمل معلش. طيب تمام. ال مين يا اولاد ما جاوبش؟ انا كنت وقفت عند مريم اصلا، كنت وقفت عند مريم. يلا يا قمر. طب خلينا نمشي بالدور كده عشان كله يجاوب. منا بحيري، منا بحيري، سامعاني يا منا؟
اللي مش عايز يجاوب يقول بس. منا بحيري، هندا بالدور انا. منا بحيري بتردي يا منا. طب نادين ماهر، نادين منا بحيري هتردي. منا فتحت وقفل التاني. منا بحيري. أي مستر. يلا يا قمر. What is the first paragraph in the essay called؟ الجملة الباراجراف الأولاني في المقال اسمه إيه؟ سي. سي تمام. Which of these should be avoided in a good essay؟ أنهي واحدة من دول في المقال المفروض نتجنبها في المقال؟ ما نقولهاش، ما نعملهاش في نتجنبها؟ حاجة نتجنبها، ما نستخدمهاش في المقال. I think B. لا سلانج. سلانج دي يعني اللغة العامية. كلمة كلاريتي الوضوح، بريفيتي الإيجاز. الإيجاز دي إن أنت ما تفضلش تلف وتدور توجز. يونيتي الوحدة، الوحدة إن لازم الموضوع كله يتكلم، المقال كله يتكلم عن موضوع واحد. لكن اللغة العامية هي دي الحاجة اللي ما تستخدمهاش في المقال. اللغة العامية زي هاي يا صاحبي، ايوه يا اسطى، ومش عارف الكلام اللي الشباب بيقولوا لبعض. الحاجات دي ما تستخدمش في المقالات. The introductory paragraph has three parts. سوري يعني ايه؟ سوري يعني ايه بس سلانج تاني؟ ايه بتقولي يا حبيبتي مش سام؟ يعني ايه سلانج؟ سلانج اللغة، اللغة العامية. اللغة العامية. اللغة العامية. اللغة العامية. عارفين يعني ايه يا ولاد اللغة العامية؟ زي كلمة يا ولاد بادي. شايفين كلمة بادي دي يا ولاد؟ بادي دي زي ما احنا بنقولها في البلد يا صاحبي. عارفين الواد سواق التوك توك يا صاحبي كده؟ هي دي كلمة بادي. ما تستخدمهاش في المقال الرسمي. اما بتكتب ايميل لصاحبك او تكتب باراجراف لصاحبك ماشي، لكن ايميل كدراسة اكاديمية بتمتحن بيه او في الجامعة او بتاع، ما تستخدمش اللغة العامية. كمان كلمة مثلا زي كلمة هاي وانت بتكتب ايميل رسمي، ما تستخدمش كلمة هاي. في كمان حاجة زي كلمة يو بت. يو بت دي يا ولاد يعني عفوا. اما تيجي واحد يقول لك شكرا وانت تقوله العفو، ما تقولوش يو بت دي، اصل يو بت دي لغة عامية. طب انا عايز اعرف يا مستر اللغة العامية ومش العامية، انا عاملها لكم في الكتاب. الحاجات بتاعت الرايتنج دي كلها انا عاملها في الكتاب وهناخدها بعدين. يعني كل وحده انا حاطط فيها جزء من الحاجات دي. فهمتيني يا حبيبتي؟ ايوه يا مستر، شكرا لحضرتك. تمام كملي بقى. The introductory paragraph has three parts. الباراجراف المقدمه بيبقى فيه ثلاث اجزاء. Which of the following is not a part of the intro؟ مش جزء من الباراجراف المقدمه. انا شاشة عندي مرغوشة فمش شايفة الشوز، ممكن تقولها لي بس؟ سيسز اطروحة ولا دايركت كود ولا باك جراوند ولا هوك؟ الباراجراف المقدمة له تلات اجزاء، واحدة من دول مش منهم، مش من ضمن الباك جراوند. لا الباراجراف لا لا هتكون رقم بي. ايوه بي، دايركت كود. يعني ايه دايركت كود يا ولاد؟ دايركت كود ده زي ان انت تروح قايل ايه، تروح كاتب جمله اقتباس من حد من من في الـ انت ممكن تقول لي ايه، طب ما انا دي ممكن احطها في الاطروحه. هي موجوده في الاطروحه بس ما بس مش من ضمن الاجزاء الاساسيه. بمعنى ايه؟ الهوك منها الكود، لكن ما تحطش كود لوحدها لما تكون تبع الهوك. حد فاهم حاجه؟ لكن الاجزاء الرئيسيه للباراجراف الاولاني سيسز اطروحه، باك جراوند بتدي خلفيه عن الموضوع في جمله او اتنين، والهوك الجمله الخاطفه. لكن الدايركت كوت دي تبع الهوك، تبع الهوك اصلا. اصل الهوك ممكن يكون كوت وممكن يكون سؤال وممكن يكون جمله عاديه فيها نسبه مئويه. حد فاهم حاجه؟ تمام يا بس. طيب when we when we paraphrase، لما عندي اسئله. قولي يا حبيبتي. هو انا قصدي الباك جراوند اللي هي التوبيك سنتنس. ايوه بالظبط كده، بتبقى زي توبيك سنتنس كده، حاجه خاصه بالموضوع اللي انت بتتكلمي فيه.
توبيك تمام. سنتنس للبرج. اصل خدوا بالكم، في حاجه عايز اوضحها لكم بس الاول عشان ما يحصلش لخبطه كونفيوجن بين التوبيك سنتنس والثيسز الاطروحه. التوبيك سنتنس بتبقى جمله رئيسيه بس خاصه بالباراجراف واحد، لكن الثيسز الاطروحه بتبقى جمله رئيسيه خاصه بالمقال كله. انتوا مش فاهمين قصدي ايه؟ تاني، اعيد لا تاني، أفهم يا مس. هعيدها تاني. التوبيك سنتنس دي بتبقى جملة رئيسية خاصة بباراجراف بس. السيسز الأطروحة بتبقى جملة رئيسية أشمل وأعم وبتبقى خاصة بالمقال كله. حد فهمني بقول إيه؟ تمام يا مستر. تمام طيب when we مستر، paraphrase، ممكن تعرفني؟ أعيدها تاني. حاضر. أنا بقول إيه الفرق بين التوبيك سنتنس الجملة الرئيسية والثيسز الأطروحة. الجملة الرئيسية دي جملة خاصة، جملة رئيسية للباراجراف، لباراجراف واحد. الأطروحة أشمل وأكبر، بتبقى جملة رئيسية خاصة بالمقال كله. يعني هقول لك مثلا، يعني لنفرض ان انت بتكتب موضوع اساي عن advantages and disadvantages of social media، مزايا وعيوب السوشيال ميديا. رحت جاي قايل ايه؟ all of us know، كلنا عارفين ان السوشيال ميديا has a lot of advantages and disadvantages، كلنا عارفين ان السوشيال ميديا لها مزايا وعيوب. دي كده يبقى اسمها اطروحه. ليه؟ لان هي دي العنوان وهي دي اللي انت هتشتغل عليها المقال كله. طب لما تيجي في الباراجراف اللي بعديه بقى وتروح قايل ايه؟ social media has a lot of advantages، لها بعض المزايا او لها كثير من المزايا. يبقى انت قلت مزايا بس، يبقى دي جملة رئيسية خاصة بالباراجراف التاني اللي انت هتتكلم فيه على المزايا. حد فاهم حاجة؟ تمام يا مستر. يبقى الأطروحة أشمل وأعم. طيب when we paraphrase، لما بنعيد الصياغة، we copy someone's words، بننسخ الكلام اللي شخص قاله exactly زي ما هو، we don't change any words، ما بنغيرش أي كلام في كلام الشخص ده، ولا we change the meaning of someone's words، بنغير الكلام بتاع شخص to new meaning، يدي معنى جديد، معنى جديد. انا لسه شارح لكم اعاده الصياغه دلوقتي. ولا change someone's words or sentence structure into other own words but we keep his، او بنحافظ على المعنى. ولا we create our، اللي كانت بتجاوب تكمل اتفضل. لا، هتكون نمبر سي. سي يا قمر، برافو عليك. طيب اللي بعد زميلتكم بقى نادين ماهر. نادين ماهر جاوبت. يلا يا نادين. Which of the following words are synonyms؟ فين الكلمات المرادفات في دول؟ student pupil eat drink awful wonderful art math. student and pupil. تمام يا قمر. طيب choose، شوف الجملة دي كده. modern technology makes life more convenient. الحياة الحديثة، قصدي التكنولوجيا الحديثة خلت الحياة أكثر ملائمة، أو الحياة بقت حلوة مريحة. اختاري أفضل صياغة من الأربعة دول. عايز أعيد صياغة الجملة دي عشان أدربكم على حتة إن أنت تعيد صياغة الأطروحة إزاي. أنهي واحدة من دول أحسن واحدة من دول إيه؟ لو أنا عايز أعيد صياغة الجملة دي، Life was better when technology was simpler، الحياة كانت أفضل لما التكنولوجيا كانت أبسط، هي الجملة معناها كده أصلاً؟ ولا modern technology makes life more convenient، ولا it's true that current technological advancements have improved the level of convenience in modern life، ولا modern technology doesn't make life more convenient. سي سي القمر. نمبر سي. تمام يا قمر. التكنولوجيا، التقدمات التكنولوجيا خلت الحياة، مستوى الحياة أكثر راحة. اللي أنا شايف آلاء أبو بكر، إزيك يا آلاء عاملة إيه؟ يا آلاء،
آلاء بتاخد معايا بقالها 3 سنين ومش راضية تتكلم معايا. يا آلاء ده، وكانت بتتكلم في سنة أولى، بس جت تانية ثانوي ومبقتش ترد، مبقتش تتكلم. يا آلاء يا حبيبتي، رد عليا يا آلاء. ازيك يا آلاء، عاملة ايه؟ مش عايزة ترد عليا، مخصماني. طب سهيلة خالد، ازيك يا سهيلة؟ الحمد سهيلة لله. رامي سعيد، ازيك يا رامي؟ الحمد لله. حبيبة علي، ازيك يا حبيبة؟ آلاء اليمني، آلاء اليمني صح كده؟ ازيك يا آلاء؟ الحمد لله يا مستر. ازيك يا زينب، زينب صلاح؟ الحمد لله. ازيك يا يوسف، يوسف طه؟ الحمد لله بس. في اسم غريب، ايه ده؟ فينسيتي؟ ايه؟ انا مش شايف. فينسيتي؟ فانتي دبركي. لا معلش وضحها قوي عشان انا مش سامع. ها؟ فان سيتي الدبركي يا ناس رقية أصلا. فينسيتي الدبسكي؟ دبركي. الدبركي؟ أيوة. اسمك فينسيتي؟ لا اسمي رقية بس ده اسم مستعار يعني. فينسيتي الدبركي، بس اسم جامد او فينسيتي ده. طيب سلمى عماد، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله كويس يا مستر. ازيك يا نوران، نوران احمد؟ تمام يا مستر. انتوا عارفين انا بندى اساميكم ليه؟ هتعرفوا دلوقتي. خديجه وجنى دول ناديت اساميهم انا، وحبيبه عطا برضو بتاعي ناديت اسمها، والباقي كله ناديت اسمه. انا بندى اساميكم عشان انا تعبت كفايه كده بالله عليكم. النهارده هديكم الواجب بقى، مش لازم تجاوبوا. الناس اللي ما جاوبتش هنبدا بيهم المره الجايه، خلاص اتفقنا؟ وعد. يا مستر قولي يا قمر. هي الانجليش هيبقى حصة واحدة في الأسبوع ولا حصتين؟ لا حسب، وانت عايز اكتر من كده تاني؟ ده احنا قاعدين بقالنا 7 ايام، ده انا ظهري اتكسر. طب يا مثلا لو هنطلع حصتين ايه؟ هنطلع حصتين ونقصر الحصة شوية عشان حصة مدتها طويلة أوي. يا حبيبتي اللي احنا بنعمله ده، انا شغال بالنظام ده بقالي 4 سنين، دي احسن حاجة. اولا انا بديكي كم كويس في الحصة، ما بنضيعش وقت بقى، ما اقعدش ساعة معاكي في الحصة ساعة واحدة واضيع نصها رايح ونصها جاي. ثانيا بنقدر ننجز. انا على فكرة عايز اقول لكم على حاجة، انا عندي مجموعات بتاخد حصتين، ساعة وساعة، حصة ساعة وحصة ساعة. قسما بالله خدوا حصتين، انتوا خدتوا حصة واحدة، خدتوا اللي هم هياخدوه في شهر انتوا خدتوه في يوم واحد. مش معنى كده ان انتوا خدتوا كم كبير، لا انا شغال بالنظام ده بقالي 4 سنين وعارف احنا شغالين ازاي. بوفر لك وقتك للمواد التانية، بنستفيد قوي قوي من الوقت ان احنا بنقعد براحتنا وبنسأل وبنجاوب وبنتفاعل وبنعمل اللي احنا عايزينه وبناخد واجبنا وكل حاجة. فسيبونا شغالين زي ما احنا شغالين بالله عليكم. اديكوا واجب في اسئلة المتفوقين دي ولا اديكوا واجب في الكلمات فوق اللي انتوا عايزينه؟ كلمات بس. ايه الاثنين؟ الكلمات؟ لا الكلمة. ايوه خلاص نخلي الواجب في الكلمات فوق، ومش هكتر عليكم في الواجب قوي عشان اول مره كده ما تصدموش. بس انا النهارده انتوا عرفتوا طريقه شغلنا، الناس كلها عرفت طريقه شغلنا. بعد اذنكم بس انا عايز منكم حاجه صغيره، هم دول كام سؤال؟ 22 سؤال، كفايه قوي، كفايه قوي ال 22 سؤال دول. الواجب هينزل لكم على الموقع، تمام؟ بس النهارده بس ابعتوا لي الواجب على الواتس، كل عشان اتعرف بيكم وتعرفوني. رقمي مكتوب قدام حضراتكم، مصر كلها معايا رقمي الحمد لله. ال هتبعتوا لي الواجب، هتصور من الكتاب او تصور اذا كنت هتطبع الملزمه بتاعت يونت 1 دي، تصورها تطبعها وتحل فيها وتبعت لي الواجب على الواتس. هتروح داخل لي على الواتس، ازيك يا مستر انا اسمي فلان وده الواجب بتاعي، هروح مصححه لك. المره دي بس هتبعته لي على الواتس عشان خاطر اتعرف بيكم، بعد عشان ابقى عرفت اسم كل واحد فيكم، الناس الجديده بالذات. بعد كده الواجب هينزلك على الموقع، تخش على تحله على الموقع بسهوله. خلاص اتفقنا؟ تمام. حد عايز اي حاجه؟ مستر نذاكر كويس، انتوا عرفتوا النظام بتاعنا مستر. وعرفتوا احنا شغالين ازاي،
وعرفت كل التفاصيل، الناس اللي عايزة تجيب الكتاب عشان تريح نفسها من الطباعة والتصوير ووجع القلب تتصل بالمنصة ويطلبوه شحن، هيجي لكم خلال 2 3 بالكتير. تمام؟ ايوه حبيبتي اتفضلي، قولي يا مستر ايه عايزة ايه؟ هو هيكون يوم الاثنين ثابت الساعة كام؟ الاثنين ميعادنا الساعة 6، وفي جروب تاني هيتعمل الثلاثة الساعة 6، بس ميعادنا دلوقتي جروب كنتو ده الاثنين الساعة 6. تمام، شكرا. ماشي، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.